الرحيم. شكرا جزيلا لكافة إخواني المعلقين. مرة أخرى أرحب بجميع السادة الأعزاء والكرام المشاهدين. أيها الأعزاء، ترحيب يستمر بالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو على قناة الهجنة 88.6، وأيضا مستمعين أثير قناة الريان الفضائية على 97.0. أذكر بأن ضبية هي من فازت بالشوط الأول الرئيسي وبأفضل توقيت في هذا اليوم وحتى هذا الشوط، المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع وبقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، حيث قطعت المسافة في 7:55.84 جزء من الثانية، بينما براق هو من انتزع أول أشواط الثنايا القعدان، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شينان المري. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل سادس أشواط هذا اليوم، وهذا الشوط خاص بثنايا القعدان. إذن مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول في هذه اللحظات، المركز الأول المركز الأول براق يسيطر على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني على المركز الأول. المضمر فهد بن سالم بن مسعود المري يضمر براق على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، الوعب، تعود ملكية الوعب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المضمر سالم بن فاران المري ويليه على المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء، أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر مع القعود الريان المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع اللي يتقدم في هذه اللحظات تقدم ممتاز هنا القحيدي أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المضمر أيضا سلطان بن محمد الوهيبي. نشاهد في هذا اليوم وفي أول انطلاقات الثنايا أسماء كبيرة صالت وجالت في سن الجذاع في العام الماضي، نتمنى لها التوفيق. بينما المركز الخامس السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن ينخطف خامس المراكز من ظبيان أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر المشاقب والمتألق محمد بن خالد العطية. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى هذا الرقص الصباحي براق وسلالة براق، سلالة براق الغنية عن التعريف التي في كل مكان وفي كل ميدان نجد لسلالة براق مكان وعنوان. أي يسيطر لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الثاني وبقيادة أحد الشباب المميزين المضمرين فهد بن سالم بن مسعود المري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني أحد الأسماء القوية التي صالت وجالت الريان الريان الريان، مرحبا بالريان على شاشة قناة الريان. أرحب بهذا الظهور الأول والموفق المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بينما الملكية تعود لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ويليه هنا القحيدي أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ونحن نقترب من مسافة 2 كيلو متر وما زال براق يسيطر على زمام الأمور وأيضا مرتاح على صدارة الشوط. ننتقل لنتعرف على الوعب اللي ما يعرف التعب اللي شوطه صعب. مشاهدينا الأعزاء، هذا هو الوعب على المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المضمر سالم بن فران الذهبي في التضمير، بينما المركز الخامس من يتقدم إلى الأمام. شوفوا شوفوا التقدم الممتاز، تقدم جدا ممتاز وملموس من خلال المركز الخامس اللي يتقدم وبياخذ المركز الثالث أحد ضيوفنا الأعزاء والكرام القادمين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتحديد من الحسا هنا الصداوي لسمو الأمير عبد العزيز بن سعود أو لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. مضمر سعيد بن هديبال من أحد ميادين المملكة العربية السعودية الشقيقة، نرحب بهذا الشعار وبهذا الحضور. نعود إلى براق مشاهدينا الأعزاء،
1200 متر وبراق يسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني. مضمر فهد بن سالم بن مسعود. يلا يا بن مسعود، يلا يا بن مسعود، الموقف حساس وخطير، خطير خطير جدا من خلال تواجد هذا الشعار العنابي والشعار شوارد القعقاع اللي يسيطر على المراكز من الثاني إلى الخامس في هذه اللحظات، وأيضا محاط بخطورة شعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني، وأيضا بقيادة فهد بن سالم بن مسعود. دخلنا الكيلو الأخير، يفتتح براق الكيلو الأخير، يفتتح ويقتحم أمتار هذا الكيلو. يا سلام، الله يا براق، الله يا براق، ولكن الموقف خطير وحساس. الله يا سلام يا سلام. السعدي مشاهدين او القحيدي، مشاهدين الاعزاء، القحيدي والوعب، الوعب 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 والقحيدي، هذا هو اللي قلنا ما يعرف التعب، هذا هو الوعب يتسلل مع 700 متر الاخيره، والتسلل مسموح 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 به في رياضة الآباء والأجداد. براق والبراق وأيضا الوعب، براق والوعب مشاهدين الأعزاء في تنافس قوي، ولكن الوعب وأذكر هذا القعود اللي صال وجال في العام الماضي، كان له حضور قوي بالتحديد في السباقات المحلية الأولى. هذا هو مشاهدين الأعزاء يظهر في هذا اليوم ويظهر في سن الثنايا مع هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، الشعار الجماهيري الذي نشاهد كل هذه المركبات والسيارات والحضور للتشجيع. ولكن براق خطير، براق 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 والوعب، براق والوعب، براق والوعب، ولكن الوعب 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 يصر، ولكن براق 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 يحاول 100 متر، براق والوعب، براق والوعب، الوعب الوعب ما زال. مشاهدينا الاعزاء سيد الموقف، تهانينا على هذا الفوز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز الوعب بالمركز الاول. المركز الثاني براق، لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني. المركز الثالث السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الرابع القحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الخامس الريال لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. الوعب 8:09 58 جزء من الثاني، هذا هو التوقيت. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع، والتهاني موصولة للمضمر الذهبي سالم بن فاران. البراق حصل على المركز الثاني 8:09 78 جزء من الثانية، تهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان آل ثاني، والتهاني للمضمر فهد بن سالم بن مسعود. المركز الثالث السعدي، توقيته 8:12 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع، والتهاني موصولة للعالمي والمشاغب.